جديدة، وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس، لأول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية. وسنعمل معا إن شاء الله في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد وللقضاء على الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات. نحن نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية، وستكون هذه اللحظة تاريخية بالفعل، أول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة في تونس. هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية، والمرأة القادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح ومن الرؤية الواضحة كالرجل تماماً.